مركز تعليم المياه بالحيز هو عملية إبداع جماعية بمنهجية لفهم واستدامة البيئة من خلال مستوياتها الست: البيئة الطبيعية، البيئة الاجتماعية، البيئة الاقتصادية، البيئة التنظيمية والسياسية، البيئة الثقافية، والبيئة المشيدة اللي بنمارسها وندعو لتطبيقها وتفعيلها. اختبرنا مخرجها للحصول على التنوع في إطار الوحدة فنياً ومجتمعياً في مناخ تعاوني وتشاركي بيقود حماس المنافسة لدوسية قاعدة الإحساس بالملكية للعملية ككل ونتاجها البنائي بتمكين المجتمع المحلي ومركز بحوث البيئة المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من تحقيق حلمهم ومبادرتهم مركز الحيز لتعليم المياه. هي كانت الفكرة في الأول إن احنا هنعمل متحف هنا عشان نوعي الناس إزاي يحافظوا على المية. عملنا أبحاث مع رايز جامعة الأمريكية، في الآخر ابتدينا إن احنا نعمل مركز تعليمي عن المية، مش بس يبقى تعليمي للناس المزارعين اللي هنا، لا، مركز تعليمي لكل طرف، حتى الناس اللي هي في المدارس. We have been thinking like ever since we started carrying out these projects and we saw what the issues are, especially in irrigation, that we should really have an education center for the people who live in the desert. So that they know where their water is coming from, that it will run out at some point, and that it's very critical to start using it in a sustainable way now. The center was supposed to be a showcase for sustainable living and sustainable construction. So we made it a point to actually only use natural materials wherever we could. في نوفمبر 2014 جينا زيارة أنا وفريق المشروع بتاع مركز التعليم المستدام بتاع الجامعة الأمريكية عشان نتعرف على الموقع ونشوف هنصمم المشروع ده إزاي. بصفتي أنا مهندس مسؤول عن تصميم هذا المشروع، تحدي كبير إن أنت هتصمم في أرض تتبرع بيها بكر وفريجة، وجينا علمنا مكانها لقينا هي عبارة عن أرض مربعة فيها لسان في النص عالي واتنين خور شمال ويمين، ودول الخور اللي كان بيتزرع فيهم حاجة اسمها البطيخ البعلي. طريقة زراعة مبنية على فكرة تجميع مية الندى ومية المطر على طبقة الطين اللي تحت الكثبان الرملية، وده مشروع هدفه تمكين المجتمع المحلي وتعليمه وتثقيفه بأهمية المية. طب بما إن إحنا جهة تعليمية وبحثية أو مشروع فيه فكرة التمكين، البنى اللي موجود في القرى اللي موجودة هنا خاصة الأطلال بتاع الطبل أمون اللي باينة فيها مشاكل البنى، الشباب بيجمعوا نفسهم ويبنوا، ما عندهمش معرفة بفنيات البنى، ودي فرصة في حد ذاتها إن احنا نبتدي نفكر إيه اللي ممكن يتعمل بأدوات وآليات تمكنهم من معرفة جديدة أو تواصل المعرفة بتاعتهم بشكل مختلف. فطرحنا إن احنا بدل ما زياد يصمم المبنى، زياد يشتغل ككاتاليست أو عامل حفاز يدخل في البروسس يساعد نقل المعرفة لمجموعة من الناس ويتعمل مسابقة. وكانت القصة بتاعتنا هنا هدفها أصلاً إن إحنا مش بنخلي ناس بس تتسابق مع بعض، لا، بنعمل على هامش المسابقة دي تدريب. جينا أربع أيام هنا في الحيز معانا مجموعة حوالي 26 واحد اشتركوا حضروا التدريب. التدريب ده كنا بنشتغل من 9 الصبح ل 10 بالليل. أول حاجة كنت أنا مسؤول عنها اللي هي عملية البناء المستدام، إزاي بنتعامل مع أطراف العملية، مين هو الجهة المانحة، مين هو المالك، مين هو اللي هيبني، مين هو اللي هيصمم، كل الأطراف ابتدينا نطرحها وابتدينا نفكر في عملية التنمية أو يحصل استدامة. كون دورنا حاجة اسمها مساعدة بالحد الأدنى أو إزاي يبقى في مشاركة من الناس، المشروع ده هيكمل إزاي وإحنا هنخرج منه إزاي. ده كان مهم جدا إن أنت ما تبقاش عندك سيطرة كاملة على العملية. دور أساسي هو مايسترو لمجموعة من العازفين اللي بيفهموا القواعد الأساسية وبيمبروفايز عشان يطلع إن هارمون. ده حصل بشكل كبير، تمت على مراحل عشان تبني في مكان تتعامل مع ست مستويات من البيئة. فأنا لازم عشان أبني في هذا المكان أو في الحيز مركز تعليم المية لازم أفهم كل هذه المستويات. كان معنا زميلتنا دكتورة مروة دبايح بتدي جزء من التدريب عن إزاي تبني مبنى بأقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإزاي المبنى ده هيكمل، وإزاي اللاندسكيب تظليل بتاعه عن المبنى عشان التقليل الحراري، وإنك بتبني في منطقة صعبة جدا في وسط الصحراء عندك تحديات كبيرة. والجزء الثالث كان مسؤول عنه زميلنا المهندس أحمد عبد الجواد، كان بيشرح إيه آليات البنى بالأرض، إزاي يوصل لمادة تحت رجله يقدر يفهمها ويتعامل معها ويشوف ايه اقرب مواد في المناطق الابعد سنة بسنة اللي اقدر اضيفها على خامة الارض دي عشان احسن مواصفاتها اذا ما كانتش صالحة للبنى، ولو هي صالحة للبنى هوصل ازاي. تبتدي بالمسابقة وبعد مجموعة من الورش العمل اللي نحن بنشارك فيها ونجمع فيها مجموعة من الخبراء اللي لهم علاقة بموضوع العمارة المستدامة والعمارة الخضراء وفي نفس الوقت البرناكيلر اركتكتشر بالاضافة الى الباسيف ويز اوف ديزاين. بعد التقييم والاعلان النتيجة والفوز جمعنا الفرق الثلاثة اللي أخذت الجوائز الثلاثة الأولى، حبينا نخلق فكرة مشتركة بين الأفكار الثلاثة الممتازة مع بعض يعني، ونحدد أكثر ونطور مع بعض أكثر كيف رح تكون
عملية الإنشاء وعملية التنفيذ. من أنجح الأشياء اللي صارت بهذا المشروع هي خلق روح الانتماء والملكية اللي خلقنا بين المتسابقين والمتحف نفسه. We actually had a jury that was made up of architects from Cairo, local people from الحيز, and I was also there as an independent observer. And we all assessed all the different design entries. And it was very interesting because the locals actually in the end tipped the decision. So the architects were voting for a design that was very sustainable but also very futuristic, half underground. So the locals thought it was great, but it didn't really fit the atmosphere or like the conditions of الحيز. So they actually voted for this building. كنت أنا أصغر واحدة الناس الموجودة وسط ناس مهمة عندها قدر من الخبرة والمعرفة المعمارية. اشتغلنا سوا، كنا بننزل نسأل الناس عن كل حاجة في المكان اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. بالنسبة لي مهم قوي ان انا اعرف كل حاجة عن الخلق اللي عايشين في المكان ده عشان لما اعمل عمارة اعمل عمارة تنفعهم او تأثر فيهم بشكل ما. هي صحرا صحيح لكن فيها ما يكفي انها تبقى مكان مهم ومكان الناس تعرف اهميته، مش بس سياحيا معماريا وتراثيا كمان. وقت ما رحت الوركشوب ما كنتش ناوية اصلا اقدم بروجكت لان كنت حاسه الوقت معايا ضيق وانا اوريدي عندي شغلي وعندي الاطفال، بس كان في كم تشجيع من التيم اللي كسب في الاخر. الشباب دول كانوا كم حماس، اعملي وهنديكي ريسورسز، عندنا كتاب كذا هيفيدك، هنبعت لك كذا، يلا اشتغلي. كان في كم تشجيع ان انا اشترك. عايزه اقول لك ان انا محتفظه جدا بكل السكتش بتاعتي اللي انا عملتها لان انا قعدت ارسمهم فري هاند حقيقي ورجعت الايام الكليه تاني، وان انا قاعده ابيض والون يوكن وحاجات زي كده. ما كنتش من التينز اللي كسبت وكان بالنسبه لي اوكي فاين. التجربه كانت لوحدها تجربه ثريه، هي لوحدها مكسب. كنت فرحانه قوي بمجموعه الشباب اللي هم لسه طلبه في هندسه طنطا قادرين يعملوا ده وقادرين يبقى عندهم الريسورسز دي والحماس دي. بجد كلنا كنا فرحانين لهم قوي. I ended up forming a kind of a round view of what I want to do next in my career and I went back to school. I started studying master specifically about sustainable urbanism and now I'm doing my thesis in the same Oasis. أنا أول مرة تعرفت على الحيز كانت من خلال ورشة اللي كان عملها البشمهندس زياد. كانت مجموعة كبيرة من المعماريين وناس حتى مش شغالة في العمارة بس مهتمين بإن هم هيعملوا حاجة بيئية وحاجة طبيعية في وسط الصحراء. مش كلنا كنا نعرف ايه هي الحيز ولا ايه هي الواحات وطبيعتها عامله ازاي، انما في النهايه روحنا كلنا الحيز. فيها كلام عن الفلسفه والعماره والانسان. وبعد ما خلصت الورشه قررت ان انا مش هرجع مع المجموعه للقاهره لان حسيت ان المكان ده انا محتاج ان انا اقعد فيه شويه. مكان خلاب طبعا، صحراء والطبيعه والخضره وناس طيبين تعرفت عليهم قعدت صاحبتهم، بحيث ان اصبح الموضوع بالنسبه لي كان شخصي. رجعت القاهره وجي معاه التسليم المسابقه، كل الناس بتسلم وانا لقيت ان انا مش قادر ان انا اسلم المسابقه لانه ببساطه بالنسبه لي اكبر من مجرد تسليمه ووعد ان المبنى ده هيحقق حاجات للناس هناك، فهو صعب ان هو يحققها ان هو في الاول وفي الاخر مبنى. فكرت انه كان اولى لو كنا عايزين ان احنا نحقق للناس حاجه، يا سلام لو انه في مهندس معماري قاعد في المكان وشغلته بس ان هو يبني مع الناس، وهم كلهم في الوقت الحالي بيبنوا بنفس الطريقه. انا ببني زي اللي جنبي زي اللي جنبه زي اللي جنبه، في الاخر المباني كلها بتطلع شبه بعض، مش بتراعي طبيعه الناس واختلافاتهم. اشتغلنا في المسابقه وما كناش متوقعين ان احنا ناخد مركز، بس عملنا افكار ظريفه جدا. كان الكونسيبت بتاعنا في الاول ان احنا والله احنا هنبني كتل بطريقه معينه مجمعه الكونتكست بتاع المبنى نفسه، علاقته بالارض بالديتشز الموجوده في الارض. بدانا نحترمها في الديزاين وبدانا نتعامل معاها، مش مجرد تدخل تتفرج وخلاص، لا هو بيأثر فيك وبتتعامل معاه وبتتفاعل معاه. فوجئنا ان احنا خدنا مركز اول الحمد لله. هنا طبعا باين اجواء لبصمه وانطباع كل الناس من الديزاينرز من المنفذ للناس اللي هنا اللي بتستخدم المكان وطبيعتهم وبصمتهم على المكان من كل الارتكليشن اللي موجود في الكورت يارد. ما كناش مخططين وكناش حاطين كل العناصر اللي انتم شايفينها دلوقتي دي في الكورت يارد. موضوع السستينبل بيلدينج ديزاين كونستراكشن ده كان من اهتماماتي انا، فكنت حاسس ان احنا ممكن نطلع افكار حلوه وحاجات من اللي انا كنت عايز اشتغل بيها بس ما كنتش لاقي فرصه يعني. وكنا واخدين الموضوع ببساطه في نفس الوقت في باشن شويه واحنا شغالين. فاحنا لما جينا عملنا ديزاين كان في تو ديتشز، ما رضيناش ان احنا نبوظ التوبوجرافي. نوع المورفولوجي اللي موجود اصلا في البنى القديم في الواحه خلاها تدينا افكار بدانا نطبقها في الديزاين بعد كده. قبل ما نبتدي شغل اصلا كان في زي وركشوب اتعملت هنا في المكان، عرفونا فيها بطرق البنى بالارض، عرفونا فيها بواحه الحيز عموما، طبيعه المعيشه هنا، عملنا تورز، فهمنا كمان يعني ايه كوميونيتي بيلدينج. انا كنت لسه متخرج فالكلام ده كان بالنسبه لي جديد، فكان مهم ومفيد ان احنا عرفنا في حاجه اسمها ايرث كونستراكشن، في حاجه اسمها رامد ايرث، في حاجه اسمها لوكال ماتيريالز، في حاجه اسمها جزورين عود، دي ممكن تتعمل استراكشر في السقف.
حاليا شغلي متخصص في السستينبل ديزاين، وده كان جزء منه بسبب المشروع ده. المشروع الاول اساسته كانت حجر، المبنى نفسه اتعمل من الارض المدكوكه اللي هي الرامد ايرث، من الخامات المحليه كلها من حوالين المبنى. الاسقف كانت خشب برده من الاخشاب، النخل والجزورين، برده الجزورين خانه محليه والنخل كده برده. يعتبر المبنى كله متحقق من الخامات المحيطه بالمكان. المبنى واجه في صعوبات في تنفيذه، لان الاول ما كانش فيه عمال موجودين في المكان، لان العمال كلهم بيجوا تقريبا من الصعيد، لان بدوا في المكان ده ما بيشتغلوش في البناء، او حتى مش عاوزين يتدربوا على البناء بالطريقه دي. المشاريع العاديه انت بتعتمد على المعامله المحليه، كل مكان بيبقى فيه عمالته، بيبقى فيه خاماته، فبتبني من الطبيعه ومن الناس الموجودين، وده اللي بيساعد في تنميه المكان. العمال اللي هناك ما كانواش عاوزين يشتغلوا، او هم ما فيش عمال بناء، يعني هم الناس اللي هناك بيزرعوا شويه، بيشتغلوا في السياحه، ما بيحبوش ان هم يبنوا، او حتى هم نفسهم بيجيبوا ناس بنايين من بره. البيئه اللي هناك اصلا فيها حاجه اسمها الارضه، دي بتمشي في التربه. طريق الدك كانت مناسبه للبيئه اللي هناك، فاضطرينا نحط للدكه شويه اسمنت، فبدل ما نعملها شريطيه كده فكنا بنعمل الدكه نفسها زي نظام البلوك بس على كبير، عشان نعرف نعمل الروابط ما بين كل بلوك والتاني كانه حجر كبير بدل ما هو عباره عن قالب صغير. فبالطريقه دي ذللنا بعض العقبات اللي كانت بتواجهنا اصلا. قلنا لازم يكون المبنى يدار كاملا بالطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه برضو احنا ما جبناش احدث حاجه في الخلايا الموجوده، انما كان المعهد كان اسمه قبل كده مركز من الصحراء، كان يدار كاملا بالطاقه الشمسيه سنه 1982. استخدمنا الخلايا القديمه دي عتيقه لتوحي للناس ان الموضوع مش جديد، الموضوع قديم، وبدانا نركب نظام طاقه شمسيه لاداره المتحف كاملا من الكهرباء. بدانا نعمل حتت صغيره ان احنا نشرح للناس أهمية المية إزاي. لو دخلت المتحف هتلاقي على الشمال مكان بيشرح البني آدم فيه مية قد إيه، لو نسبة المية اللي قلت فيه ممكن يحصل له إيه. شرحنا جزء كبير جدا عن أهمية المية عامة في الأكل، لو كيلو لحمة بيستهلك كمية مية قد إيه علشان تطلع كيلو اللحمة، إزاي إحنا بنطلع المية من تحت. النوبيان ساندستون أون أكوفير مش خرم كبير في الأرض فيه مية، بس هو بيبقى فيه مية جوه الرملة وإحنا بنسحبها. دي كان جزء عملناه، وبعدين عملنا حتة صغيرة للأطفال ان احنا نقول لو انت كنت موجود من ملايين السنين المنطقه اللي احنا فيها كانت عامله ازاي، انها كانت تحت الميه لكنها كانت في تايم ترافل. المرحله اللي بعديها ان انت بتخش بتشوف مجرى نهر النيل او حاجه شبه مجرى نهر النيل، ازاي الميه بتنزل من نهر النيل، ان احنا بننزل من الجنوب للشمال، حاجه اسمها الماربل تيبل، ان انت بتحط بليه وتشوف بالجاذبيه الماربلز بتنزل وبتاخد المجرى بتاعها وبتنزل في حته معينه. ما نسيناش اهم حاجه عندنا، الناس كانت بتعيش ازاي وبتتحرك ازاي في الصحراء، زي ما كان زمان بيتقال عليها سفينة الصحراء اللي هو الجمل، ان الجمل ده كان من اهم الحاجات، وان الجمل من الحيوانات الاساسية انها بتحوش المية بتاعتها حوالي 14 يوم من غير ما تشرب. بعد كده دخلنا على الطرق القديمة اللي كانوا بيبنوا بيها البيوت، لقينا ناس من الحيز ومن المناطق حوالينا يتبرعونا بحاجات قديمة كانت عندهم في البيت. كنا بنخش بقى في الطرق الري الجديدة اللي هو التنقيط والرش والسبرينكلرز والجرين هاوسز، ازاي بنقدر نستفيد بكل نقطة مية نقدر نعملها، نقدر نحوشها بان احنا بدل ما نسقي غمر ان احنا نغرق الارض، بنسقي بقى بالدريب اريجيشن، ان احنا بندي الزرع على قد اللي هي محتاجاه بالظبط. لما تخرج من الووتر اديوكيشن سنتر بتلاقي منطقه كانت في الاساس حته كانوا بيزرعوا فيها بطيخ، استغلناها ان احنا نبني فيها بير التقليدي بتاعهم، جبنا طنبوره قديمه من منطقه في الدلتا وحطيناها اون ديسبلاي، وبعد كده جبنا ساقيه جديده عملناها صنعناها مخصوص، على ان برضو لما الاطفال تيجي تتفرج على المكان تيجي تشوف الميه كانت بتشتغل ازاي، الساقيه كانت بتشتغل ازاي، ترفع ميه من الواطي تحطها في العالي وتقدر تمشيها في الكانالز او في مجاري الميه اللي هم محتاجينها. صراحه الناس دي مثلتنا الواقع بتاعنا، حقيقتنا هنا في المكان. بتنزل تحفر عباره، احنا كنا بنحفروا بيدوي لحد 150 متر 100 متر، وكانت الميه بتطلع من بين الصخور، اول ما تيجي الرمل البيضاء كنا بنتبشر بالارض انها وراها على طول ميه ان شاء الله. اول حاجه من عادتنا في الواحات هنا بنزرع شويه نخل، حبه نخل لانه بشرة خير علينا. طبعا ده برضه حاجه زي بيت الملح كنا بنعيش فيه زمان، الجماعه الكبار بتوعنا كل واحد عايش كلمه برضه. ده عم عاشر طبعا اشتغلت معاه، كان قصه حديد ده برضه كنا بنفحر انا وياه وبيار وكنا بنشتغل وراه. A lot of handicraft, singing, acting, role plays, games. So, you know, this should be a place where, you know, the kids enjoy spending their time. And it really is the case. I mean, I get many calls from kids all the time asking me when the next Matkap Museum session is. A lot of volunteers who've been here quite a few times to come and teach. Because, you know, the kids are exposed to something new, to new ideas, to people who teach them that
It's very important to look after the environment. This is something they don't really learn at school here. So they get new ideas, they're exposed to new people, different types of people, international kind of exposure. So that's really great. We've had a lot of people from different countries take a tour. We're offering tours in Arabic and English. And there's been very, very positive feedback. So people are very interested in learning about the desert and the water issues. They really like this initiative. They like that it's a community project. The center is now officially owned by the local association, development association. So it really has become, it was handed over from AUC to the local association. So it is locally managed, and I think the tourists really appreciate to see that there's like a local development initiative, that there's an environmental initiative, and that this is a place that kind of engages all sorts of different people in different ways. وده القوة بتاعت المشروع ان انت بدأت تزرع بذرة والبذرة دي بتكمل وبتكمل حسب مين اللي بيرعاها. المشروع حد ذاته ما هوش منتج معماري برغم من ان انا حابب المنتج اللي وصلنا له في الاخر وما هوش اعظم منتج كان ممكن نوصله بس هو منتج قيمته الاساسية انه معمول بحب وان كل الناس اللي اشتغلت فيه مش فارق معاها لان احنا في وسط الصحراء دي المهم ان التورته تيجي مش المهم مين اللي جاب التورته. المشروع ده بالنسبه لنا كمجموعه مهندسين اشتغلوا فيه هو بدايه علاقه مع مجتمع في خطر انه ينمو في اتجاه غلط. الناس في الاول كانت مفكره انه مثلا ان هو هيتعمل ويشتغل وهنشغل مثلا 2-3 هيشتغلوا فيه، اشتغل على السياحه، المدارس، على موضوع الرحلات، الناس اللي بتيجي. وكيل الوزاره بتاع التربيه والتعليم لما سمع عن مشروع حاجه زي كده فكلمنا وجي شاف وكان مبسوط اصلا خالص. كان في ناس من الوادي الجديد، من الواحات البحريه، من القاهره، ناس بتوع السياحه بيحطوه في البرنامج بتاعهم ان هو في مركز تعليم عن الميه. بالنسبه للطريقه بتاعته البنى نفسه للحاجات دي اللي يشوفها من بره يقول دي بسيطه، بس هي خدت وقت كتير من المهندسين ومن الاستشاريين ومن الناس اللي كانت تيجي. فهي ازاي انه بقت في حاجه طبيعيه وفي نفس الوقت من حاجات هي اصلا كلها من الطبيعه ومن الواحات. الخامات اللي محطوطه جوه المتحف نفسه شغاله على ازاي تحافظ على الميه وازاي تزرع على السطح، زراعه الاسطح، ازاي انت تعمل مثلا صوبه، ازاي بتستخدم خزان الميه قبل ما تودي للصوبه بتعمل فيها احواض سمك.